كنا مره في ماتش اهلي وزمالك وكاس مصر، وكان الزمالك فاز بطوله الدوري العام، وكان نهائي كاس مصر، واول تايم احنا كسبين 1-0، واخر دقيقه في اول تايم الزمالك تعادل 1-1 في تاني تايم. في اول تايم دخلنا اوضه اللبس، كنت انا كابتن التيم، فدخلنا اوضه اللبس انا كنت بلعب، فجي مستر ديكوتي راح داخل مزعق للعيبه وراح واقف جنب الحيطه كده شويه، فانا فاكر واقف مستني الولاد على ما يخسروا وشهم مش عارفين يقعدوا عشان يكلمهم يعني. فالولاد قعدوا، اللعيبه زمايلي قعدوا ومستنيين يتكلم، ما اتكلمش، فرحت رايح له بصفتي كابتن تيم بقول له مثلا كوتي دي الاولاد مستنينا، فلقيته دموعه ونازل ده بقى بيعيط يعني، هو ما فرقش معاه، هو حقق النادي هدف ممكن ما تفرقش معاه وحقق بطولات كتير، فليه بيعيط؟ بيعيط لانه بيحب النادي. فلقيته قال انا مش هقدر اتكلم، فعلا ما اتكلمش، ونزلنا تاني تايم والزمالك جاب الجون التاني. كلمته بقى باسلوب تاني بصراحه، ساعتها كنت كابتن تيم قلت له دلوقتي انت بتاخد فلوس عشان تتكلم، بتاخد فلوس عشان تدير الناس، ما بتاخدش فلوس عشان تقعد ساكت يعني. طبعا كان اسلوب تاني خلاص، واسلوب عنيف بالنسبه له، فالراجل اتكلم وعمل تشكيل يعني بقى، ده قدرته بقى الكبيره جدا، عمل تغيير في الملعب سريع قوي. نزل الخطيب وطاهر، والزمالك كان مطلوب منه واحد، فراح مزود عدد الفراوده بتاعت النادي الاهلي، والحمد لله اخر ربع ساعه ربنا وفقنا وكسبنا المباراه.